مع بدء عودة الموظفين إلى مقر أعمالهم، بدأت الوزارة بحملات التفتيشية، وهي حملات يومية تقوم فيها الوزارة على جميع القطاعات وعلى جميع المنشآت في جميع مناطق المملكة للتأكد وضمان التزام المنشآت بتطبيق البروتوكولات الوقائية. على سبيل المثال، يعني قامت الوزارة مؤخرا في الأول من شهر ذي القعدة الحالي بزيارة لشمل 13 منطقة في المملكة، تم تغطية 526 منشأة من هذه المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالبروتوكولات الوقائية والوقوف على الإجراءات الاحترازية ومدى تطبيقها لهذه الإجراءات. لله الحمد، وجدنا الحقيقة أنه أكثر من 460 منشأة ولله الحمد كانت ملتزمة في هذا الشأن. وما يهمنا في الوزارة هو التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات وفي ذات الوقت الوقوف عليها لضمان توفير بيئة آمنة وصحية وسليمة للعاملين. نعم أستاذ ناصر، يعني الإجراءات والبروتوكولات اللي المعروفة اللي هو أن يكون هناك معقم، توفر المؤسسة، الكمامات، القفازات، التباعد، هذه هي الإجراءات صح ولا لا؟ نعم صحيح. إذا موظف مثلا رأى عدم، خلنا نتكلم أنه عدم التزام هذه المنشأة بمثل هذه الإجراءات، شو الحل هنا؟ وش يسوي؟ وأنتم وش إذا تم الإبلاغ أين سوف يكون حال هذا الإبلاغ؟ في حال طبعا الوقوف على أي مخالفة وعدم تطبيق هذا القرار، طبعا يمكن للموظف أن يوصل شكواه عبر القنوات الرسمية اللي وفرتها الوزارة، منها على سبيل المثال هاتف خدمات العملاء 1-9-9-1-1، أو من خلال بوابة معًا للرصد، أو من خلال تحميل تطبيق معًا للرصد، بحيث يكتب المخالفة التي شاهدها وتقوم الوزارة بدورها بالوقوف والشخوص على هذه المشكلة، ومن ثم التحقق من مدى التزام المنشأة بالإجراءات الاحترازية. في حال عدم التزامها بكل تأكيد سيكون هناك إيقاع للعقوبات لأي جهة طبعا وأي منشأة تخالف هذه الإجراءات الاحترازية. نعم أستاذ ناصر الهزاني المتحدث الموارد البشرية، شكرا جزيلا لك.